السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. اليوم عندنا تجربة شعال تنزع باني هجي ستيل، هذا هو زي ما واضح لكم. طبعا ميزته الحقيقي انه يصفط بالشكل هذا، تقدر تمدده بالشكل هذا وتقدر تصفطه. ايضا فيها الهواية هذه، مثل ما هو واضح عندكم. طبعا هو يركب على دبات اللي هي استخدام الواحد، دبات الغيار، تقدر تشيله تحويله هذه اللي هي هذه هي صناعة تركية، وتركب على دبات الزرقاء اللي هي قابلة للتعبئة. طبعا الحين بشغله لكم. دبة الغاز مليانة عندي، هذا سبب انه تبدأ النار تلعب. طبعا هذه الهواية اللي تكلمت عنها قبل شوي، هذه هي اذا غطيتها تصير لها هبتها اللي هي زرقاء. شو شلون اذا فتحتها عفوا تصير زرقاء، واذا صكيتها تصير برتقالية. شوفت عينكم الان مقفلة الهواية، اذا فتحتها تصير زرقاء صافي بالشكل هذا.